طيب ستي قولي لي كيف صار هذا الموضوع. انا بعرف انه طالما ابي موجود ما حدا بيقدر يأذيكي وما حدا بيفكر انه يأذيكي حتى ستي. دامه بتعمل منيح، بس لما يطلع ابي بتبلش تضايقنا بكل الطرق. ابي بيروح وما بيعرف شو هي عم تعمل بهي ليلى بغيابه. لما كنت بنت صغيره قريت انه في اشرار جوات العيال، بس اليوم لحتى صدقت هالشي. وتنو شريره كتير وهي جوات العيله، عم تهاجم الكل لانها شريره. لا ستي لا تبكي، بترجاكي خلص ستي لا تخافي منا كل هالقد. هي ابي عندك بالبيت، يعني لانه طالما هو موجود هون اكيد مستحيل يسمح لاي حدا انه يأذيك. ليش ما عم تفهمي علي؟ ابي ما عم يقدر يشوف اللي عم يصير عنا، وانت كنت العيله ولازم ترجعي وتنهي الوضع. يلا اطلعي لبرا لبرا. انتي ما بتعرفي شو صار، ما كنتي بالبيت وقت طلب ابي مني اطلع من حياته على الاخر. بتعرفي انه كان معصب هو، لشو رحتي دغري؟ بس ابي كل يوم بيشتاق لك اكثر. صحيح هو ما قال لي هذا الحكي، بس قدرانه اني اشوف هالشي. حتى بعيونك انتي انا شايفه هذا الشي. انتي لو يصح لك بترجعي لليوم قبل بكره، بس طول ما انتو بتحبوا بعض هيك مستحيل انه تفترقوا عن بعض لو بصير شو ما يصير. بس اذا ضايقتك بهالحكي روحي، لو سمحتي سامحيني يا حبيبتي. لا ستي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.